السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، جزا الله خيرا الشيخ وليد خير الجزاء، ولكن انا يعني لا استحق هذا الثناء، انا طالب علم جئت اليكم حتى نتذاكر هذا الموضوع، لست بعالم ولا يعني استحق حتى ان اكون معي طالب علم، لكن نريد ان نتعاون في هذه الدوره ان شاء الله تعالى على معرفه الامور التي ذكرها علماء السلف رحمه الله تعالى. قبل البدء بالدراسه او في هذه الدوره لابد ان نتفق على شروط الدوره، ان اتفقنا مشكله في الدوره، والا يعني كل واحد يكون في طريقه، كما قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، يقول قال لي والدي بلسان عربي مبين: اما الموافقه او المفارقه، فاما ان نتفق ونسير في هذه الدوره ونخرج ان شاء الله تعالى بفائده، او اننا نختلف. شروط الدورة، الله أعلم. أريد أول شرط من شروط الدورة أن تكون هذه الدورة لله، فلواحد يكون واحدا بواحد، إخلاص لله، تخلص أردت في هذه الدورة وجه الله سبحانه وتعالى، يعني لم تأتي لا لأولاد ولا لعلان ولا لكذا ولا لغرض من الدنيا وكذا وكذا وكذا، تكون لله. حتى نحن الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص لقول عام. يعني لو نأتي إلى هذا المكان من أجل فلان من المشايخ أو هذا المركز أو كذا، نحن نريد أن نحجبنا لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. المكان الذي تضع فيه نعلك هنا قول الله ضع معه الدنيا. لا يمكن أن يكون المسجد مكان الكلام في أمور الدنيا، في الغيبة، في النميمة، في الأجهزة المحمولة، في كذا في كذا في كذا، تكون لله. هذا الشرط الأول من شروط حضور الدورة. الثاني أن المتون هذه المتون العلمية أرشد العلماء إلى حفظها. طالب علم لا يحفظ هذا ليس بطالب، وطالب علم يحفظ دون دراسة هذا ليس بطالب أيضا. لابد من الحفظ، احفظ، فكل حافظ إمام، متى؟ إذا علم بهذا العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظه. ذهب كل شيء وبقي ما حفظه. الحفظ لابد منه، لابد لابد تحفظ. الأمة هذه عرفت بماذا؟ الحفظ. أنا أجينا في صدوري، نعم، أراد أن يختبر الأديان ويعرف أي دين حق، كتب نسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل ونسخة من القرآن وحرف فيها، أدخل هذه النسخة على اليهود فلم يعرفوها، أدخل هذه النسخة على النصارى فلم يعرفوها، أدخل هذه النسخة على المسلمين حققوا وردوها، فعرف أن هذا الدين دين حق. بقي لم يحرف، فلا بد ان نحفظ هذه المتون، الاصول الثلاثه، القواعد الاربع، الاصول المهمه من كتاب التوحيد الواسطي، هذه اهم متون بالعقيده تحفظ، ولا بد طالب علم يحفظ هذه المتون، اذا ماذا يحفظ ان شاء الله؟ بعد هذا يحفظ مثلا على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من المشايخ رحمهم الله، بلوغ المرض احفظ. هذا لا ينفع الكتاب والجهاز، نعم هذا ليس بعلم. علمك إذا أردت أن تعرف علمك قال تدخل إلى الحمام. ما الذي يدخل معك إلى الحمام؟ كتاب؟ مصحف؟ جهاز؟ لا، هذا علم اللي يدخل معك، الذي تراه الظلام أحسن من هذا، نعم، علمك الذي تراه، الذي تراه الظلام، هذا هو علمك، الباقي علم غيرك. فلا بد من حفظ هذا المتون.
نسألكم في كل درس ماذا صنعتم في الحفظ في المراجعة وكذا، هذا مهم جدا. الأول الإخلاص ونقول لله، الثاني حفظ المصحف هذا ولا بد. الأمر الثالث الطريقة في الدرس، كما قلت لكم أنا لست بعالم، كنت تعلم هذا أكثر مني. نريد في هذه الدورة أن نأخذ الدرس، بعد الدرس تتذاكر فيما بينكم، تبدأ تجتمع في مجموعات وتكتبوا ما أخذنا في الدرس وتضبطوا هذه المسائل، ثم آتي الدرس الثاني أسأل عما أخذنا، ثم يكون هناك وقت للاختبار، عندنا اختبار تحريرية تكتب توزع عليكم إن شاء الله تعالى قبل الإدارة، توزع عليكم تحلوا لنا اختبار في وقت إن شاء الله تعالى. فنريد منكم أن تكونوا على البرامج، وقت الدرس لا كتاب، لا نظر في جوال، في جهاز، ولا في أي شيء، تكون معي بس. وسيأتي معنا من آية الطالب العلم، إنه إذا أراد الطالب أن يكتب، لابد في الكتابة من شرط وأدب. هذا يذكر علماء، لابد إذا أراد الطالب أن يكتب لابد من شرط وأدب. الشرط أن يكتب أن هذا من سماع لدرس الشيخ، لا من الملاحظة. أحيانا تعرف العالم إذا أراد يملي يكون يعني مستحضر لله وكذا، أما في وقت الدرس أحيانا قد تخرج منه كلمة وكذا، هذا الشرط. الأدب لابد أن يستأذن الطالب من المعلم، يقول أكتب إذا أذن له بالكتابة كتب، وإلا نعم. وهذا الذي قلنا أنه ما تكتب ولا تنظر في كتاب ولا غيره، وعلى هذا نتفق، الذي يخرج قلم أو كتاب أو جهاز محمول دون التسجيل لا إشكال، التسجيل ما في إشكال، لكن يخرج الجهاز ينظر فيها كذا أصبح الجهاز من حقه. نعم نتفق، إذا اتفقنا انتهى كل شيء، لا حديث أثناء الدرس تتحدث مع زميل كان على ما سيأتي معنا، يأتي معنا إن شاء الله تعالى حقوق ستة لابد أن تؤديها. هذا هو الحق، حق المعلم، ليس حق المعلم يعني تقبيل الأيدي وكذا، لا، معلم لم يأتي، هؤلاء يعني هم أهل السنة، نسأل الله يجعلنا منهم. علماء ما أرادوا أن تقبل أيديهم وتتمسح بهم، صحيح ما يمكن. ما أرادوا منك شيء، ما أرادوا منك مال، أرادوا منك أن تأخذ العلم. تعمل به وتدعو إليه، هذا اللي يريد منك العالم. تتعاون مع إخواننا في هذا البرنامج، أنا نكون عليه إن شاء الله. ثم ما تعلم بعد ما ذكرنا، ذكرنا الإخلاص وذكرنا الحفظ وذكرنا السير في المقاصد والطريقة في عدم الكتابة والمذاكرة وحل الاختبارات. الأمر الذي يكون آخر شيء التحلي بأدب طالب العلم. طالب العلم لابد أن يؤثر ويظهر أثر العلم عليه. نعم في كل أمور. ذكر العلماء رحمه الله أن الحقوق ستة، الحقوق التي لا بد للطالب أن يؤديها ست حقوق لا بد أن يعرفها قبل الطلب، في نفسه ومع كتابه ومع زميله ومع المكان ومع شيخه ومع علمه، مع نفسه ومع كتابه ومع المكان ومع الشيخ ومع زميله ومع علمه، ست حقوق لا بد أن يعرفها. نعم في نفسه إخلاص وهمة وزهد وقناعة وورع وصدق وترك محرمات ومنكرات وغيره، مع الكتاب، هذا الكتاب من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، لا بد أن تحافظ على هذا الكتاب
تنظر ما فيه أقل ما تقرأ في الكتاب المقدمة الفاصل، وهذا سيأتينا كيف تعتاد عن هذه الطريقة تحافظ عليه. نعم، مع المكان هذا المهم عندنا الآن، المكان هذه المساجد لله، لا تجعلها في الدنيا للنوم للعب اتكاء، ما يصلح. ثم الآن يعني الأصل أن تكون المساجد كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كان إذا نزل منزل قال تفرقنا في استعادة الأرض، وقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من عمل الشيطان. فكيف تكون مجالس الطلاب العلم؟ لابد أن تجتمع لا تفرقوا. نعم، أيضا نظافة المكان، يعني الآن لا نحتاج إلى أناس يأتوا وينظفوا لنا هذا المكان، لابد كل واحد منا يكون مسؤول عن نظافة هذا المكان. نعم، مع زميل جد واجتهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والتعاون على ما ذكرنا، مع العلم الذي تعلم ماذا يصنع؟ يحفظ، يراجع، يعمل، يعلم، هذا هو حق، لا بد أن تعلم. فإن اتفق أخواننا على هذه الشروط نسير إن شاء الله، وإلا إذا أردتم أن ندرس بلا سؤال ولا إجابة ولا غيره ولا نعنف على أحد ولا كذا، إذا نبدأ إن شاء الله تعالى. ولو أردتم أن نأخذ هذه المتون زيادة إن شاء الله تعالى، ما عندي مشكلة. ليست كلمة تقال للإنسان تقول وافقنا على الشروط، لابد أن نطبق في الجوال والقلب. إيه لا يعني لا أحد يعترض بعد هذا أو يتغير، لن نقبل أي عذر لغياب طالب من الطلاب إلا عذر واحد، طالب حضرت الآن أنت ملزم لنا من الدواء، ما تذهب لوين أن كنت مصاب دون استئذان، لا نأذن لأحد تأخر أو غياب إلا عذر واحد هو الموت، هذا العذر مقبول. تمام، الحمد لله. نقول تجهيز وتكفين والصلاة عليه ثم نقسم الثالثة والحمد لله. ما نريد نقبل أي عذر للتأخر، اعتبار المتأخر يتغير عن الدراسة كذا، لا يمكن. نعم، بالمقال العالم هو والد ابن الحقيقة، هذا قول ابن سعدي رحمه الله تعالى وغيره. الآن هل تستطيع أن تخرج من البيت دون استئذان من الوالد؟ إذا عند المعلم ما يمكن أن تذهب وتنصرف حتى تستأذن. في وقت الدرس نحن إن شاء الله تعالى الدروس عندنا بعد كل صلاة. كم درس؟ ما أدري كم صلاة نصلي؟ خمس صلوات، إذا خمس دروس. نضيف درس واحد وهو بعد تناول وجبة الإفطار إن شاء الله تعالى. هذا الدرس قد يكون هناك درس، قد يكون هناك اختبار في هذا الوقت. تأتي تكتب اختبار ولن نطلع عليكم إن شاء الله. لو طالب درس ساعة إلى ربع ساعة، نعم، لكن أهم شيء ما بعد الدرس مذاكرة وكذا. اتفقنا؟ موافقتم على الشروط؟ نرى إن شاء الله. طيب، أول شيء قدروا علينا شوية، خلينا نتقدم. أركع هذا طيب يا أخوانا، نحن نريد إن شاء الله تعالى نبدأ وندرس إن شاء الله في هذه الدورة هذه المتون اللي ذكرناها. أعطينا القلم، أنت تغلق القلم الآن؟ الحمد لله. طيب، نريد ندرس إن شاء الله في هذه الدورة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة وكتاب التوحيد والمصحف بإذن الله أن نوصل إلى يعني كنت معي على البرنامج وعلى الحفظ والمثال. أرفع هذا إلى أرفع إلى ما نريد شيء من هذا أبدا، شعورهم كله. طيب، ندرس هذا المنهج. إذا من المقابل إذا قرأ الطلاب درسوا الأصول الثلاثة وكذا
نسأل من أجبتم فعلا من تقل مباشرة إلى أو ندرس سبحان الله. هل بالعلم لا بد أن يكون يعني تستعين في كل وقت وتسأل عن أي مثل رابط لهذا المثل. أخواننا كيف تدرس متون وثلاثة عام؟ يعني لو سألت أنا لو أسأل أحد الطلاب حضرت دورة ابن كثير؟ حضرت؟ سبحان الله دقيق. الدورة الدورة عمل التفسير حضرت؟ نعم. ماذا أخذت؟ أنه متسرد كل المعلومات اللي أخذت صحيح. تسأل طالب درست؟ قلنا درست. ماذا درست؟ درسنا كثير دروس كثيرة 10 ساعات كثيرة. طيب ماذا استفدت؟ يقول لا أعلم. إذا من حضر؟ المسجل هو الذي حضر. قلنا علمك هو الذي تراه في الظلام. نعم هذا علم الباقي علم غير. طيب نبدأ بدراسة مثلا صورة ثلاثة. من يحفظ صورة ثلاثة؟ اللي يحفظ رفع أصبعه. سبحان الله. ما أحد يحفظ؟ نعرف. نعم نعرفه ولكن لا نحفظه. أوقف. تحفظ سؤال واضح تحفظ الأصول الثلاثة تحفظ. نعم لا إجابة واضحة ما مشكلة. خليفه من يحفظ الأصول الثلاثة؟ خلنا في طلاب علم ما تحفظ مثل العلمين ما نسمع. طيب ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أصول ثلاثة هي أسئلة فقط. طيب جيد. لو قال لك قائل أو أنت ممكن تقول لنا الآن لماذا نحفظ أصول ثلاثة؟ هل الله سبحانه وتعالى أوجب علينا حفظ أصول ثلاثة؟ لا. هذا اليوم قلنا لماذا نحفظ أصول ثلاثة؟ لماذا؟ أنا طالع علم ما أريد أن أحفظ أصول ثلاثة. ها ما الإجابة؟ نقول الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى من؟ طلاب؟ لا قل الأمر لهم لعلمهم الذين يستنبطون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا الأخ يريد أن يصبح طبيب. يريد أن يصبح طبيب. ماذا يصنع؟ يسمع يأخذ بعض الكتب واشتري بعض المعدات ثم يأتي يفتح مكان ويعالج فيه الناس. يصح؟ يصح أو لا يصح؟ نعم لا لا. هذا ويصح يكون نجار أصلا. كيف يصبح طبيب ويعالج الناس؟ تريد أن تكون عالم؟ ما يمكن أن تطلب العلم على ما تحب وتقول هذا لا أحفظ وهذا أحفظ. لا بد أن تسير على النهج والطريقة التي خط لنا العلماء حتى تصل إلى ما وصل إليه. نعم ألف العلماء هذه الكتب وأمر الطلاب بحفظها صح؟ إذا لا بد أن تحفظ. إذا ما تحفظ أنت لست بطالب علم أصلا ولا تستحق أن تكون على هذه الطريقة أصلا. فلا بد أن تحفظ. لا بد أن تحفظ هذه المتون وسترى إن شاء الله تعالى ما استمر من حفظ هذه المتون. قال ذا كل شيء. يقول هذا الشيخ العلمي رحمه الله وبقي ما حفظه. الآن لو طلب من هذا الأخ أن يلقي لنا كلمة ماذا يقول؟ إذا كان يحفظ الأصول الثلاثة أحسن كلمة من أحسن الكلمات. صنع مسابقة بالجامعة الإسلامية مسابقة في الخطابة. قام طالب وألقى عليه متن العقيدة الوسطية. اختيرت هذه الكلمة من أفضل الكلمات. لماذا؟ كلمة من مسجد مرتبة فيها قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام. فما يصلح فينا طالب يقول والله أنا هذا كتاب أحفظ أنا هذا مصيبتنا اليوم. طلاب هم الذين اختاروا
فعندنا بعض الطلاب قال اسمع هذه الدورة إما أن تكون في العقيدة الأصلية أو لا أحضرها، أنا طالب علم ما أريد أن أدرس. الصف الثالث هذه عندنا تدرس للأولياء الصغار. طيب نسأل عما فيها، أجاب الحمد لله ندرس الوسطية، لم يجب ما يصلح أن ندرس الوسطية قبل أن ندرس هذه المسألة. ولهذا يعني من النصيحة يا أخوان الدين النصيحة، ما ممكن يعني أن يأتي إنسان مغش، مغش كلام ليس منا. نبدأ بالواسطية أو بكتاب التوحيد قبل الوصول الثالث بعلامة ما نصلح، ومعكم إلى صلاة الظهر تحفظ اللي تقدر علينا الوصول الثالث. طيب أنت أول واحد سمع عليه بعد مفروض؟ طيب الوصول الثالث قبل البدء بدراسة أي متن من المتون أو عندما تقتني كتاب ما تفهم، مجرد ما تأخذ كتاب وتشتري كتاب أو أنت عليك كتاب أقل ما تقرأ في هذا الكتاب تقرأ المقدمة والفهرس، تقرأ المقدمة ومقدمة الكتاب والفهرس، لأن بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التعليم، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب. طيب هذا المثل متن الصورة في ماذا؟ في التوحيد صحيح؟ نعم. لو قال لي قائل لماذا ندرس التوحيد؟ ذكر لكم الشيخ وليد حفظه الله أن هذه الدورة في ماذا؟ في التوحيد. لو قال لي قائل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا الدورة في التوحيد؟ لماذا لم تكن الدورة في الفقه في الأصول في الفرائض في الفقه؟ لماذا هذه الدورة من الذي يعرفها في أسئلة؟ لماذا ندرس التوحيد؟ بسم الله أوقف. نعم لأنه أصل الأصول، أصل الأصول، لأنه بعث الرسل من بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم ودعوة الأنبياء والرسل أتبع من بعد وغيرها. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل لذلك، لا يدخل الجنة إلا واحد، استقرار الأمر الهداية الطمأنينة إحلال الإيمان سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس